جيت باش ندير ماركت مباشر، ماذا تقول عن الحوم؟ انا كنقول لك انا عندي 77 سنه في عمري، مزيود في 1951 26 4. الله يطول لك الله في العمر. والله ماشي الله اللي يطوله، الله يبارك في العمر، ديما نقول الله يبارك في عمرك، اما الطول ما عندنا ما نديرو بالطول والعرض. الله يبارك. يعني بالنسبه لي انا كمواطن مغربي يعني كنشوف شي حوايج، ولكن قال صلى الله عليه وسلم يعني قال لك فمن راى منكرا فيغير بيده، فلم يستطع فليس فليصف بيده، ذاك ضعف اليمن. السلطات المحليه ديال الوادي خاص تغير، عندها ادوات باش تغير المكر بيدها، عندها في السلطه. بالنسبه للعلماء باللسان، بالنسبه انا مواطن نغيره في قلبي بس، باش ما تكونش فتنه. اما هذه الحكومه تعاقبت حكومه كثيره، ولكن انا اول مره ما عمرني شفت هذه الحكومه ديال اخنوش في حياتي، ما عمرني. اول حكومه في المغرب غلاء الاسعار، لا بزاف بزاف بزاف, بزاف. كاين كاين ماشي شوف شوف كاين بزاف المواطن المسكين ما عندوش كلمه، يعني ما عندوش تاثير. الله يجزيك بخير. حتى المواطنين حتى هما يتساهلوا، يستاهلوا المواطنين، هما ما كيدوش على ابسط الحقوق. ماشي الانسان دوما غيمشي يهرس ويدقدق، حنا حضاريين واجتماعيين، وخاص الانسان يدعي للسلم. راه النبي عليه الصلاه والسلام جا وكيدعي للسلم، تيدعي للسلام، وحنا ضد الحروب وضد ضد هذا الشيء. دابا شي غير يشوف انه دابا الانسان هو، حنا كبرنا في الدار البيضاء وزدنا في الدار، وكاين شي واحد العيال اللي كانت كنا حنا بحال الحسن الثاني ومحمد الخامس الله يرحمه ويجدد عليهم الرحمه، والله تعالى يتولى امرهم سبحانه الله، وجميع المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم، وكانوا في المستوى، فهمتي؟ محمد السادس نصره الله تعالى، يعني ملك حنين، ملك حنين قلب انساني، انساني فيه الانساني وحنين، ولكن هادو اللي دايرين ما عرفيش هذيك الحكمه ديال هذاك الانسان، هذوك راه شرفاء. شنو ما عجبكش فيه؟ انا اللي ما عجبنيش بزاف الحوايج، بكل الاول نقول لك انا وزاره شوف الاول نقول لك وزاره الصحه، وزاره الصحه ما كاين لا صحه لا والو، تيكذبوا على المواطنين. غتمشي غتمشي للمستشفى ديال بن رشد، اي مستشفى؟ والمستشفى جامع، كاين واحد المستشفى اللي هو مهمس بزاف، هو مستشفى ديال سرطان التيلي، كان ديال الاسماء ولا محمد السادس رحم يعني اصلحه الله تعالى، هو اللي مكلف به، ولكن الدواء ما كاينش ديال سرطان مكلف. شوف الغلاء الاسعار، كل شيء زادوا فيه، كل شيء زادوا، ولكن داك الشيء رجع لينا حنا. حنا ما مزيانينش، كون كنا مزيانين غنكونوا بخير. دول الابسط حنا ماشي ضد، حنا نبغيو السلام ونبغي البلاد ديالنا تقدم لقدام. المغاربه كلهم حبهم كبير، لا لا كان ولكن انا هاد العبد، هاد العبد اللي كيدوي معك، انا جدي ضربته فرنسا، مات مجاهد، مات مجاهد، فهمتي؟ علاش؟ لان الناس الاحرار قلال، كاين حنا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لك الخير فيا وفي متي لوم الدين، ما عمر الخير شحال في هذه الامه، وعطانا الله ملك حنون، يعني اول ملك انا نشوفه في يعني واحد المستوى عالي. راه الملك دار ماشي بحال المولود، كنقول لك ملك يعني طيب وحنين، والله يشافيه ويعافي من هذا المرض، ونطلب الله عز وجل يشافيه ويطبه في الغيب. المغرب الاخضر الحاجة. المغرب الاخضر اخويا، هذيك ديال وزاره الفلاحه هي اللي مسؤوله، ما 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 غير ناخذوا الاراضي السلاليه، اراضي السلاليه دابا باقي مع الناس، ما كيقول لك راه حفظوا، ما كاين لا تحفيظ لا والو، باش الناس يطلقوا انطلاقه جديه ديال وزاره الفلاحه، باش الناس يعطيوهم التمليك يمشيو يملكوهم ويمشيو يخدموا الاراضي اللي هي ديال السلاليه ابن عن جد. التعليم الحاجة. التعليم يا اخي ما شاء الله، التعليم انا ما التعليم ما نقول والو في التعليم، انا التعليم معروف يكاد المعلم ان يكون رسولا. التعليم كاين بالنسبه لي شتا انا، وخديت واحد بزاف الحوايج مع ابناء ديالي في المدارس، المعلم ماشي في المستوى، ماشي لا اعمم، كاين ناس نزاهه وكاين ناس ما كيدوش التعليم، كيخليو الدراري. المعلم اللي كيكون فيه شي مشكله راه هو وخصوصا المعلمات، والام مدرسه، المراه مدرستين، هي المدرسه الاولى، ولكن التعليم انا نقول لك انا والله العظيم وكنحلف بالله واقسم لك يمين، انا ما بكل صراحه انا مع الملك سيدنا، وعرف الناس هادو، انا ضد هاد الناس اللي كيديروا الفوضى. قول لي علاش المعلمين كيتخلصوا مزيان وكل شيء ينوضوا الفوضى باش زادوا، ولا الاطباء كذا؟ البلاد في حاله صعيبه بزاف، من حاله حنا عندنا المشكله الصحراء المغربيه، وكاين الاعداء يتربصوا بينا،
لانه ما كروش المغرب يتشتت وتيكرهوا الملكيه في المغرب. الملكيه راه عرفتي من مولاي ادريس 12 قرن هذه مسكينه، وجاو الاداري جاو العلويين في 400 سنه كانت فوضى في بلاد وكانت كذا كذا، والحمد لله سدوا زمام الامور الى يومنا هذا. راه دابا 400 سنه الجداد ديال محمد السادس، ونسال الله تعالى يشافيه ويعافيه ويعطي قوه من الله عز وجل. وانا مواطن غيور على سيدنا الغيره ديالك، هذا الشيء اللي كاين. انا ما عندي لا الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه لا علاقه لنا مع السياسه، هذوك ليس بالسياسه، هذوك يعني مولين الشكاير. انا بكل صراحه نقول انا لك في انتخابيه. شوف انا ما كنتخبش، كنمشي كندي الصوت ديالو كالمنتخب تاع على شي واحد، عرفتي؟ لان ما كاينش النزاهه في الانتخاب. عندك الثقه؟ الثقة في الله عز وجل. دوك الناس اللي فيهم ثقة مغلوب على الأمر ديالهم، سمعتي؟ مغلوب على الأمر ديالهم دوك الناس اللي فيهم ثقة، لأن إلا كنتي واحد تخدم معاه هو فاسد خصو هو يخسرك باش تكون فاسد بحاله. ولكن الحمد لله، شوف في ظل جلالة الملك محمد السادس هو علي مولاي الحسن، عنده إجماع من جميع المغاربة. لا نحب الملك ونموت. أنا شو ولكن ما كاينش تلاحم على الحكومة. شو أنا من ذوي الاحتياج الخاصة. أنت تشوف كما ترى، كما ترى ما كاينش حقي لا والو، ما كاين حتى واحد عطانا حقه إلا الله عز وجل. ما كاين حتى شي حاجة استفدت منها في حياتي. حكومة أخنوش أخويا، أنا قلت أنا أخو يعني نطلب الله تعالى خصها تحيد، يجيبوا شي واحد عنده المسؤولية بزاف وتيفكر في الشعب وكيفكر المسؤول عنه هو جلالة الملك ناصر الله، يكون تحت ظل. هذا شكل شي حاجه اخويا الله تعالى. غنقول لك نختم حد الحاجه، لان كيقولوا مثال حبل الكذب قصير راه تنتهي كل شيء ينتهي. اولنا بدايه واخرنا نهايه، والله ليس له نهايه ولا له بدايه، لان هذاك ان العهد كان مسؤول، هذو مسؤولين امام الله عز وجل. إلا ضيعوا حق هذا الشعب غادي يضيعهم الله تعالى يوم القيامة، حيث يوم 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 الموت تاتكم إلا بغتة، ما يتسناش أي تسوف غندير. وهذو اللي عطاهم الله هذيك المناصب راه لهم راه تكليف، باش تقول أنا شر، لا تكليف باش يقوموا بالواجب ويصلحوا هذه البلاد. الملك أنا كنشوف الملك هو اللي كيدير البروجيات اللي كيصلح البلاد، والحمد لله كنفرحوا الدول وكيشوفونا غادي التقدم. إلا واحد الجارة ديالنا، جاره ديالنا الله يهدي هذيك الجزائر، خصها ترجع للصواب ديالها. الله يهديهم هذوك خوتنا، نطلبوا لهم خوتنا، ولكن الله يهديهم. حنا راه شيبان كنعرفوا ان الصحراء مغربيه، ماشي في بوليزارو يمشي هي 75 قالوا حنا بوليزارو، ولكن خوك عدوك. النبي كيقول لك حضر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عدوك راه عدوك، ولكن خوك هو عدوك. كما قال واحد الحديث قال لك حذاري من ابناء جلدتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عوتنا الاخوان ديالنا، ونطلبوا الله عز وجل يصلح الامور ديالنا امور المسلمين، ونسال الله تعالى يعطينا واحد العام ديال الخير والبركات ويحيد عنا هذا الغلاء من الله والرخاء من الله. هذا ضر المواطن كثير كثير، النساء الناس كاين انا الاول، انا اشهد ما كنفطرها بخبز وتيب صالح قليل فات، اما اللحم راه كتشوف في عند القزار هذاك كان كتشوف للمشاهده، ما بقاش اللحم. انا ما كاين، وحنا عندنا ما شاء الله هذو الناس اللي مالش كبار اللي كيربيو الاغنام والبقر. شحال مركم في ايامكم الحاج؟ لا والو، وانا الشريف المغرب كان كيستورد اللحوم. لا ما عمرها ما عمرها حتى البقره الحمراء. لا وكان الدجاج ديال البلدي، وما كانش الرومي، وكان السمن والزيت والعسل. حنا تربينا في بيو، يعني في واحد البيئه صحيحه سليمه. راه كيدخلوك شو كلشي كيمرض، بنادم كله مريض، مشي للسبيطار كلشي مريض، كله مريض بنادم مناش. نسال الله تعالى يحفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا امين. اللهم الله يحفظ الملك، هو على راسهم الملك، رجل ملك طيب. شوف تمشي حكومه وتجي حكومه والشعب كيبقى هو الشعب، والملك الملك كيبقى هو ملك. كاين ولي العهد كان محمد السادس محمد الخامس رحمه الله عليه، كان واحد رجل طيب كذلك. والحسن الثاني اللي انا افتخر به وكنذكره دائما، الحسن كان نابغه يا اخي الكريم، حتى شي ملك ما غيكون بحال الحسن الثاني. واسونا حنا عشنا معاه. شوف محمد السادس رحمه الله، محمد الخامس كنا غادي نموتوا، الرحمه كتبغي الاموات والاحياء. نطلب الله تعالى يحفظ بلدنا وسير، والله يحفظنا من الفتن ما ظهر من الوطن. شكرا. اللهم اصلح امه محمد جمعه، والله ينصر من عادانا، والله يجعل كيدهم فينا حريم.